السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين مزيانين وعلى خير. غادي تقولوا مال هذه السفرات على هاد الدرجه؟ حيت كنت مريضه بالدرسه. يلا دابا شويه راني احسن من اللي كنت. ما تنساوش بعدا تخليو لايك وسبسكرايب لاشين وحتى كومونتير الا عجبكم الموضوع، وخليكم معايا من حيت باينه على من غادي نهضر. اول حاجه غادي نبداو بها هي كاملين عارفين البدايات ديال ندى حسي. مرقد زين وبنطوفة وتقول لك أنا طلصت في الإمارات من طارب لاما، وعرفنا حتى النهاية ديالها قبل ما تصرى واحد الحاجة يبدلت لها حياتها. من مور بزاف ديال البوز اللي داتو في يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، انستغرام، كلشي كانوا يهضروا على داكشي اللي كان سورتو بينها وبين النزار ديالها اللي هو اكس ديالها. ومن موراها ملي شكات بهم وداكشي تقلب عليها ودخلت الحبس بسبب شهاده الزور. باش بنادم الكويدات دابا نتوما راكم متابعينا وكتعرفونا وكتوقفوا معنا هذا وكتدعيو معها وكلشي كتعاطفوا معها وكلشي، وانا كنشارك معكم اي حاجه زوينه وخايب كنشارك معكم. دابا الكويدات نتوما لي فان ديالي اللي كدعيو معنا هذا ومتابعينا من اول موقع المشكل 4 شهور هادي وزياده، اليوم تم الحكم النهائي. كما قلت لكم اخوتي يونس الزاكي سنه عام نادى عيد صالح محين اتصلوا بيا الناس من الامارات، اقسم بجلال الرحمن الى عاد قطعت معاهم وانا ندير فيديو، قالوا لي انا ايمان اختي واش بصح نادى تحكمات؟ راه قالوا في اللايف بان راه الزاكي عام ونادى 9 شهور وهذاك الاخر محمد السبيتي اللي هو نزار 7 شهور والشهود وهادي وهادي. دابا الكويدات ديالي انا كنوضح لكم من فم ايمان حاسي بلا زياده بلا نقصان، حيت اي حاجه كيقولها بنادم كيكون مسؤول عليها وكيكون محسوب عليها. نادى خوتي نادى عيد صالح اللي مشهوره بنادى حاسي ماشي 9 شهور كبيدات 10 شهور ياك. منساوش ان ندى حاسي اللي عندها بنيته واللي هي باقا مقاتله عليها وعمرها ما سمحت فيها، وكتعجبني بزاف كيفاش كدافع على بنتها سورتو ملي كيقولوا عليها شي حوايج خايبين وهي ما عندها حتى شي يد في هذا الشيء. البنت ديالها خلاتها مع الام ديالها وحتى راجلها الحالي اللي سميتو حمزه واللي حتى هو زيدت معاه بنيته، ولكن للاسف زيدتها في الحبس وخرجت بها اللي خرجت هذه المره التاليه. بتغيري اني تعمل كل تات الثانيري بعد الحب ده كل شي فرح لندى حاسي ملي خرجات، كل شي بكى على جالها وكل شي عجبو الحال سورتو ملي شافها ملي شافوها خرجت حسن من الوقيته اللي دخلت فيها. بزاف ديال المشاهير اللي فرحوا لها وتا هما كانوا يتسناو انها تخرج من بينهم مولات لاباج الحكومه اللي مسمياها الحكومه، اللي حتى هي خرجت وتلاقات معاها ودات لها كاع كادو. صلاص سلام على رسول الله إلى صلاة جاي العالي. والله إلا فرحت البنات نادى مزيان تختي في سويسرا، شوفك هادي تختي في سويسرا جات معاك في سويسرا. لا لا صراحة ملي كنتفكر خروج ديال ندى حاسي كنتفكر حتى مريم بنت مي نعيمة البدوية اللي هي تاهي في الحبس، الله يخرجها تاهي على خير وان شاء الله تاهي عائلتها يفرحوا بالخرجه ديالها. ترى باقا تصبح بكري والبرد قارس وما تنشبعوش نعاس قوت المشاكيه. دابا رجاء الصفاء صديني احنا غادنا عند اخوتي ودعواتكم مع مريم قد كتبكي عليا. نادى حاسي قبل ما تخرج من الحبس ما فرحت براسها بزاف ديال الذهب اللي شراتو. 800 درهم يعني 156 الف ريال، يعني هذا الكويدات ديالي 156 الف وهذا 190 الف وهذا 164 الف وهادو ب 98 الف. ايوا المجموع اخوتي راه هذا. ومن مور ما خرجت بنتها قررت انها تكتب لها الدار بسميتها.
بما أنه نادى تبارك الله دابا كبرات وراه عندها 25 دابا كبرات ونجات ودارت عقلها ولات كتعرف الخطأ من الصواب ولات تتعرف اللي ليها واللي عليها تبارك الله وصل عني بجوج بنيتات عندها. كنت جالسة جبت شي وراق قلت أرى شنو غندير أرى نمشي نكتب لنادى الدار هذيك اللي عندي في خميسات في بوخان. والله القسم إلا شحال فرحات قالت لي يا ماما شكرا لك الله يكبر بيك وهذه وهذه. قررت كل شهر غنبقى نكتب لنادى هذاك الشيء اللي دايره لي نادى في سميتي غنبقى نكتبو لنادى. كيفاش نادى حاسي خدات واحد الخطوه الى الامام حيت انا كنسميها خطوه الى الامام. انا كديري الحجاب وانا كتعقلي وجهز وين صراحه الحجاب اشهدي وبعمل اني نسياها وحكموا عليا من شاكي ومن العيشه اللي عيشها انا او ادبا هديه. وبدات في تناسق الالوان لكل مره كتلبس لون في شكل جامد. كل الحاجات الجامده حكتي جامد. شايف الصوره اللي خاطفه الناس دي؟ الصوره دي بتاعتي مرعد. خلك كل يركن وحش اللعبه حضري بقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر. انا هنا فين غادي تلبس واحد البيج وفي شبهتها لصوفيا تيت ماتيرز وزعما هي بغات تشبه بهم او لا غير شبه كاين لذات الحجاب. قبل غزال وتغزلت بينا حلت شعرها ونزل لحجول رجليها حليت لها ودوفو. صراحة كنت درت فيديو في تيك توك على أساس أنها ولات كتشبه لهم بزاف ديال الناس جاو معها وبزاف ديال الناس جاو زعما مع الآخرين وقالوا شي حسن شي ولكن راه الشبه كاين ما يمكنش تكذبوني وتكذبوا بزاف ديال لي بوست اللي قالوا نفس الرأي. كنت درت فيديو على ندى حسيم اللي دارت الحجاب وجات تشبه بزاف خواتها تيت ماتيرز. بزاف ديال الناس جاو مع ندى قالوا هي حسن وبزاف ديال الناس جاو مع خواتها تيت ماتيرز قالوا لا هما حسن. ولكن ولات دارت واحد الفيديو حيت حسبني يمكن غي انا كنخربق وجاني داك الشبه راه ما يمكنش حاجه تشبه سورتو لصوفيا. بزاف ديال الناس من موراها نادو كيهضروا في حمزه اللي هو راجلها دابا وكيقولوا راه كيخونها. وناد جاوباتهم قلت لهم توما ما عارفينش نوع العلاقة والصلة اللي بيناتنا والرابط اللي بيناتنا بزوج. فاش كانت السيدة في ديك البلاصة ما صورت والو حتى دابا ما غادي تصور والو. طاطات ستارات دابا المشكلة هو انه ما عارفينش انا بيناتنا واحد الرابط قوي ما غيفهموش والله ما غتفهموا نوع العلاقة اللي بنعاتو انا بعدا شدي التليب. وهنا فين حمزة غادي ياخذ واحد القرار انه يدير تصويرتها ويوشمها في يدو اللي بيعن غير بعيد وانا بغي انزل يبيع البيضه بعيد علي وانا بغي انزل. من بعد الخروج ديال ندى شنو كيبان لكم؟ واش غادي يهديها الله وما غاديش ترجع لذاك الشيء اللي كانت كديرو قبل ما تدخل الحبس او لا غادي دير كيف مريضه ولد شينويه مشى للحاج رجع قلنا صافي غادي يتقى الله ولكن غير ما زاد في داك الشيء ديالو. ما تنساوش خليو الكومونتير باش تقولوا لي شنو بالكم وتخليو لايك وسبسكرايب لاشين لعجبكم الفيديو.